السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الجدي. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الجدي النهارده التاريخ 13 يناير، ده تاريخ الفيديو بتاعك. طبعا توقعاتك مفتوحه في اي وقت، ادخل خد القراءه بتاعتك واطلع من الفيديو، مالكش دعوه بالتاريخ، التاريخ علشان مصداقية قناتك. القراءة تنطبق على الجنسين. لو بتعانوا من سحر ولا من قرين ولا من تبيعة ولا وسواس ولا أي مشكلة عندكم بتعانوا منها، اكتب تم، هبعت لك لينك قناتنا اللي عليها العلاج بإذن الله. وانزل وقول لي في الكومنتات سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت إيه الدعاء اللي قاله لربنا، ربنا خرجه ونجاه من بطن الحوت فورا. انزل واكتبه بنية قضاء حاجتك، وربنا إن شاء الله بإذن الله هيجبر بخاطرك. بسم الله ما شاء الله قراءتك باين عليها كلها مبشرة بإذن الله. الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت هيكون عندك فيها اصدار، والاصدار ده هتثبت وجودك فيه. الفترة دي حاول على قد ما تقدر ما تكونش متسرع في اي قرار، حاول على قد ما تقدر ما تكونش متسرع ان انت تحكم على اي حد. شخص كبير في السن، الشخص ده مركز معاك قوي، الشخص ده واخد باله جدا من كل تصرفاتك، مركز معاك في كل كبيرة وصغيرة، فخلي بالك منه علشان انت بسبب الشخص ده بتعيش في فترة كركبة، بتعيش في فترة فيها تفكير وحالة تفكير. عايز اقولك انه هيكون في يوم من الايام هتحاول ان انت تاخد بعض الهدوء، بعض ان انت تكون اعصابك هادية شوية، هتسترخي وهتحاول تبعد عن اي تجمع عائلي، هتحاول تبعد عن اي مشكلة عائلية، علشان مش هيكون ليك نفس ان انت تقعد تفتح حيات كتيرة جدا. انت في كمان هنا شخص هتطلعه من حياتك، الشخص ده ماسك فيك قوي عشان بيستغلك. في كمان حد هنا حب جديد، او في شخص متعلق بيك جدا، بس الشخص ده انت مرتاح جدا معاه في الكلام. احب ابشرك واطمنك وريح قلبك، انتوا عندكم طاقة انجاب، طاقة حمل، طاقة اخبار حلوة، الله اعلم، بس هيكون عندكم انفراجات حلوة باذن الله. اطمن المنفصلين اللي دماغهم شغالة وتفكير، تفكير باطفال، تفكير بالشريك، يا هل ترى الشريك بيعمل ايه، هل ترى عندكم كلام بينكم وبين الشريك، ممكن يكون في رجوع، بس بلاش الكلام الكتير. ولو جات عليكم لحظة عتاب بلاش لسانكم يكون طويل، انتوا عملتوا وانتوا لا، هدوا الاعصاب شوية، هدوا اللعب شوية، بلاش على الفاضي وعلى المليان، طخ طخ طخ، اهدوا كده بالراحة، وحاولوا تستغلوا الظروف، استغلوا الامور اللي حواليكم، حاولوا كده تكونوا هاديين شوية، بلاش اللي انتوا عصبية زايدة عن اللزوم. في كلام هيحصل ان شاء الله باذن الله الايام اللي جاية، وفي انفراجات حلوة انتوا بتمروا بيها، وهتدخلوا في طاقات كذا طاقة ايجابية، وهتلاقوا الحلو، بس هدوا اعصابكم شويه، بلاش الشكوك، بلاش عمالين تشكوا على الفاضي وعلى المليان، دماغكم شغال، اهدوا كده علشان خاطر الامور اللي جايه. انتوا عانيتوا، عانيتوا كتير من ظلم وغدر، عانيتوا كتير من حيره، فحان الوقت بقى ان انتوا الترابيزه تتبدل شويه، بدلوا الكراسي، عمالين تدوا كتير، فما تفضلوش طول عمركم تدوا. وزنوا العلاقات، وزنوا الامور، وزنوا التصرف اللي بينكم وبين الشريك. عندكم ام الشريك دي دايما انسانه مش كويسه، او اخت الشريك، حد من عيله الشريك حاطينه كده، او في طرف ثالث بيتدخل وبالكم مشغول، وانتوا بدأ من كتر المشاكل اللي عليكم اهملتوا في نفسكم، بداتوا ما بيتوش، انتوا ما كنتوش كده، انتوا كنتوا متالقين. ارجعوا عيدوا ثقتكم بنفسكم وحبوا نفسكم اكتر. في واحده بيضة، ست بيضة، الست البيضة دي مركزة معاكم جدا، الست البيضة دي ست بيضة وملامحها حلوة، خلوا بالكم منها، ملامحها حلوة جدا، خلوا بالكم منها. الست دي دايما حطكم في بالها، دايما مركزة جدا عليكم. في علاقة نرجسية، علاقة مش كويسة في حياتكم، خلوا بالكم وكونوا حريصين منها، علشان خاطر العلاقة دي مؤذية، مش زي ما انتوا فاكرين، العلاقة دي مؤذية جدا. في صديقة أو حبيبة بتتكلم عليكم من ورا ظهركم، وعاملة ليكم حبايب، أو عاملة ليكم إن هي بتحبكم وإن هي حبالكم الخير، هي مش حبالكم الخير ولا حاجة، هي بس بتستفاد منكم، فياريت تحاولوا توزنوا أموركم. في كذا باب دقيت عليهم الفترة اللي جاية، دول هيتفتحوا قدامك علشان في خير، والخير ده انت هتكون فيه سعيد جدا، ممكن يكون لم شمل، ممكن يكون امور انت مشتاق لها، الله اعلم، بس في امور هترجع تتظبط عندك،
في امور هترجع انت تظبطها، لو هي مش هتظبط انت هترجع تظبطها باذن الله. انت ناوي، وطول ما انت ناوي هتلاقي الايام اللي جايه في ان انت تثبت وجودك، هتلاقي الايام اللي جايه فيها تحسنات وفيها اخبار حلوه. عايزه اقول لك ان انت مطلوب منك، وده قرار نهائي، ان انت تخفف الضغوط اللي عليك، تخفف الحيره اللي انت فيها، تخفف ان انت عمال تضغط على نفسك وعمال تفكر، بتفكر كتير ليه؟ الحاجه اللي راحت منك خلاص ارميها ورا ظهرك وبلاش تبص للماضي. انت متفائل جدا ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك. ليه متفائل؟ علشان انت قريب جدا من ربنا، فطول ما في تفاؤل هيبقى في اخبار حلوه، وهيبقى في امور هترجع انت بنفسك تظبطها، هترجع بنفسك انت تطلع نفسك من كل الضغوط اللي انت فيها. ومع البداية الجديدة اللي انت هتبداها هتكون فيها فترة راحة مع فترة اخبار حلوة طال انتظارها. انت بس هدي اعصابك الفترة دي، وكون حريص جدا على اي حاجة في حياتك. عندك هنا سفر، والسفر ده انت ناوي عليه من بدري، بتشتغل ورق او عاطل في المحكمة، او ورق محكمة عاطل عندك، او ورق السفر عاطل، محدش بتكلمهم ما بيردوش عليك، عمالين يأجروا لك في الموضوع، عمالين او انت هم بيردوش عليك، لسه في فترة انتظار عندك، انت عمال تنتظر. ودايما كل ما بتكلمهم بيجيبوا لك مبررات، بيحاولوا لك اصبر شوية، ما فيش سفر، كورونا، الكلام ده كله. فالايام اللي جاية هترجع تتحسن وهترجع تتظبط ان شاء الله باذن الله. فانت خفف نفسك بس من الضغط اللي انت فيه، وطلع نفسك، علشان محدش هيطلع الضغط اللي انت فيه غير نفسك. هنا عندك حيرة من مواضيع كتير، حيران، طاقة تردد، طاقة خوف، طاقة هم كبير انت شايله. انت عايش في غربة، يعني ممكن تكونوا انتوا في غربة، او ممكن تكون انت في وسط اهلكم بس حاسين بالغربة. حاسين بالغربة ليه؟ علشان دايما الهم والحمل شايلينه لوحدكم، دايما المسؤولية شايلينها لوحدكم من زمان جدا، وانتوا بتعافروا، عندكم حد عزيز على قلبكم، الحد العزيز على قلبكم ده متوفي، اب، ام، الله اعلم، حد انتوا بتحبوه جدا، الحد ده توفى، ومن بعد وفاته انتوا حيرانين من امركم، من ساعة وفاته وانتوا مش شايفين يوم حلو، بس عندكم تجمع مع الشريك، او عندكم لم شمل مع الشريك، عندكم محاولات جديدة مع شريك حياتكم، وهتكون بالخير ان شاء الله باذن الله، علشان انتوا بقالكم مدة حيرانين، بقالكم مدة عايشين في حالة ركود. في هنا اخبار تخص اهل، تخص احبة على قلبكم، هيكون معاكم اخبار ليهم، انتوا ناويين على طريق، والطريق ده هيكون مفتوح قدامكم، هيجيب لك من وراء خير، او هقدر اقولك ان انت تحصد من وراء المواضيع دي خير، وهيبقى عندك نقلة جديدة انت مستنيها، هيبقى عندك اخبار حلوة تخص عمل، تخص حياة جديدة، الله اعلم، بس هيكون عندك اخبار حلوة. ممكن كمان يكون عندك كلام كتير، والكلام ده هيكون من صالحك، اللهم صل وبارك. عندك هنا شوية خمول، شوية كسل، شوية ارهاق، جسمك بينمل فجأة، بتحس بدوخة، بتحس ان انت مش قادر تاخد نفسك. لو عندك الاعراض دي قولي في الكومنتات. الدوخة اللي بتجيلك دي من غير سبب، او اليأس اللي انت بتدخل فيه، او المشاكل اللي انت بتكون فيها في حياتك دي، حبة امور وان شاء الله باذن الله هتخرج منها. انت عليك بس حسد شديد، والحسد ده جاي لك من واحدة ست اللي هي مقربة من عائلة الاهل، من عيلتك انت، من عائلة الام، مش من عائلة الاب، من عائلة الام. دي حسودة، ست كبيرة حسودة، ودايما اقول لك الست وبنتها دي عاملة لك مشاكل، هي بنتها حلوة، بنتها حلوة جدا، فخلوا بالكم منها علشان عيونهم دايما محطوطة عليكم. عايزاكم بس كل المطلوب منكم ان انتوا تحصنوا نفسكم اول باول، تحصين على طول علشان المشاكل. في طريقين، والطريقين دول انتوا حيرانين فيهم، عايزين تاخدوا، عايزين تمشوا. انت عندك طريقين، في طريق منهم كله مشاكل، وفي طريق يعني هتقدر تعدي مطباته، بس الطريق الصعب ده الشوك بتاعه كبير، وده بيدل ان انت
يعني حيران فيه، مش عارف تاخد فيه خطوة إيجابية، أو حاسس بالهم إن أنت شايله لوحدك. بس الطريق التاني طريق خير، وهيكون عندك بشرة، بشرة خير. أنت بس الأيام دي عامل زي الموجة، بتروح شوية وتيجي شوية، من كتر شيل الهم لوحدك أو من كتر شيل المسؤولية لوحدك، حاسس إن أنت مخدور من أقرب الناس ليك. في مكالمة، والمكالمة دي هتكون فلوس، الفلوس دي حد عايز يستلف منك فلوس، او انت عايز تسلف حد فلوس، او انت مستني فلوس، الله اعلم. بس هيبقى في كلام فلوس الايام اللي جاية، فخلي بالك من نفسك وما تديش اي حد حاجة، علشان الناس اللي حواليك دول ما يستهلوش ان انت تديهم، علشان ما بيتمرش فيهم حاجة. ناس مستغلية جدا، وبيحب ان هم يستغلوا الاشخاص اللي حواليهم. فياريت تخلوا بالكم من نفسكم وتهدوا اعصابكم، علشان هيكون عندكم خروج من مشاكل كتيرة جدا الايام اللي جاية باذن الله. في كمان هنا، او انت على وشأ النجاح، على وشأ ان انت تطلع من الهموم، على وشأ ان انت توصل للامور اللي انت محتاجها. انت عشت فترة من اليأس، عشت فترة من الاحباط، عشت فترة من كسرة القلب لوحدك، وعانيت منها جدا. فحان وقت ان انت تنجح، حان وقت ان انت امورك تتظبط. انت دايما بتحب توزع الطاقة على الاحباب، بتحب دايما توزع الحب والحنان، رغم ان مفيش حد بيحتويك، رغم ان حاسس انه مفيش حد بيحبك، بس برضو دايما بتحاول توزع الاخبار الحلوة، بتحاول دايما تدي الاشخاص اللي حواليك طاقة ايجابية. وبتسأل نفسك كل يوم تيجي على المخدة، لما تيجي تنام وتلاقي تسأل نفسك اسئلة، طيب يا ربي انا بدي وبعمل حاجات كتيرة جدا، بس انا مش لاقي حد جنبي. ما تعرفش ان ربنا بيبتليك علشان يشوف صبرك، ربنا بيديك اللي انت فيه ده كله علشان يشوفك انت هتستحمل لحد فين. احب اطمنك وبشرك ان بعض المشاكل اللي انت بتعاني بيها هيكون عندك امور حلوة، راحة من التفكير انك انت هتوصل لهدفك وهتوصل للاحلام الحلوة. بس انت اليومين دول مخنوق وقرفان، مخنوق وقرفان من شغل، مخنوق وقرفان من اشخاص حواليك، شايل في نفسك قوي لدرجة ان دموعك نازلة، عمال تعيط من غير اي سبب، وحيران زي ما قلت لك من امرك. في حد بشخصيتين عندك، مش حد كده شوية هادي شوية عصبي وانت بتسأل نفسك، او حد مريض، حد في خنق، حد في دي الله اعلم، بس الحد ده انت زعلان عليه قوي وبتسأل نفسك اسئلة كتيرة جدا، يا هل ترى انا هو مخنوق ومتضايق، طب انا اعمل ايه يا رب اخرجه من الهم اللي هو ده فيه ازاي. اهدى اهدى وهدي اعصابك. لو انت بالك مشغول بسفر فانت عندك سفر، لو انت بالك مشغول بمواجهات بينكم وبين الشريك فانت عندك امور لصالحك، عندك امور هترجع تظبطها بنفسك. واحب اطمنك وبشرك ان انت هيكون عندك بعض رجوع لمستحقاتك اللي خدوها منك ومشيوا. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيبقى فيها فتره رحمه على قلبك، قلبك مكسور وبينزف، قلبك مكسور وبينزف ان نسف شديد. خلي بالك لو النسف ده مش باين فهو قلبك بيوجعك. فان شاء الله باذن الله الاضواء هتتبدل عندك، وهتحصد حبه راحه من بعد اللي انت عانيت منه. بس خلي بالك في شخص بيحاول يستغلك، حد شخص بيحاول ان هو يفقع مرارتك وهو قاصد. بس انت على مين ده؟ انت معروف عنك الذكاء، معروف عنك ان انت صابر ومستحمل حاجات محدش يستحملها، بس وقت الجد خلص الموضوع وانتهى. هتثبت وجودك انت اللي جواك لو طلع هيدمر ناس كتيرة جدا، ممكن يهد بيوت. اللي جواك لو طلع ممكن خلاص انت كده حان وقت الانفجار بتاعك. فياريت ما تتحاولوا ان انتوا ما تخرجوهوش عن شعوره. كل حاجة انتوا عايزينها هتكون زي ما انتوا عايزين، يعني كل اللي انتوا فيه ده، الامور اللي جاية اللي انتوا فيها دي هتتحسن، وهتطلعوا من الهموم، هتطلعوا من الغدر، هتطلعوا من اي مشكلة سلبية في حياتكم، بس لو اعصابكم فضلت هادية. الموضوع اللي انت حيران فيه بقالك مدة، الموضوع اللي انت عمال تشتغل عليه لسه ربك مردش. ما تقولش انا محسود اصلا انا مش عارفة، لا انت بس لسه ربك مردش. انت اليومين دول رومانسي جدا، انا شايفة انه في رومانسية او في اشتياق، في حب، القلب بدأ يدق، بتفكر كتير، بس انت عندك طاقة تفكير رهيبة. في ناس خدت منك كتير واختفوا من حياتك فجأة، ودي حاجة انت زعلان منها قوي. في كمان حد هيقف معاك رغم كل الظروف اللي انت بتمر بيها، هتلاقيه واقف معاك، هتلاقيه دايما واقف جنبك وبيسعدك وبيفضلك عن ناس كتيرة جدا. خلي بالك من نفسك وكون حريص على كل افعال الاخرين اللي حواليك. في كمان ربط احداث شديد،
موضوع انت مش عارف تاخد فيه قرار، فهيبقى فيه ربط احداث عندك شديدة بيه جدا. تربط احداثك وهتفكر كويس، وهتلاقي نفسك الامور، حالة اليأس، حالة الاحباط، حالة الحيرة اللي انت بتمر بيها خرجت نفسك منها فجأة. في غراب، والغراب ده بينق فوق دماغك، الغراب ده بوشين عمال ينق شوية من، يعني تحس ان هو غراب كده استغفر الله العظيم منه، بيجيب لك مرة اخبار شر، اخبار سارة، اخبار شر، الله اعلم، بس في غراب عمال ينق عليك، خلي بالك منه. الغراب ده شكله خبيث، شوية من النفاق وشوية من الخداع، رغم ان انت تصرفاتك دايما فيها التحسن، والايام اللي جاية من اكتر الايام اللي هتثبت فيها وجودك، من اكتر الايام اللي هيكون فيها عندك طاقات عالية، او في كلام كتير جدا هيحصل في حياتك حلو، بس خلي بالك من نفسك. الاضواء عندك هتكون متبدلة، هتكون فيها كلام كتير جدا حلو، هتلاقي فيها راحة شديدة، وهتلاقي فيها كمان اخبار سارة او كلام كتير جدا. الاضواء باذن الله هترجع تتظبط في حياتك، وهتحصد حبة من اللي انت عايشه لوحدك. واحب اقول لك كمان ان انت هيكون في فرصة ان انت تتواصل مع الاشخاص اللي في حياتك اكتر، علشان هيكون في امور حلوة، وثيقة حلوة هتمضيها بنفسك انت. بس دايما غيرانين من نجاحك، دايما حاطين عيونهم، بص العيون، العيون شديدة جدا عليك، العيون كتيرة جدا عليك، دايما حاطينك في بالهم، دايما بيقولوا عليك ان انت معاك كتير، بس انت بتحاول تداري علشان فرحتك تكمل، بتحاول تداري علشان فرحتك تتم، وهو ده اللي مطلوب منك. السمكة ده بتدل على رزق كبير، رزق واسع، اخبار حلوة، كلام كتير هيحصل في حياتك، عندك مفاجأة من العيار التقيل باذن الله هتخرجك من الهمين اللي انت فيهم. خلال اسبوعين بالظبط هيكون عندك حاجة هتكبر بخاطرك، موقف هيفرحك، خروج من ازمة، خروج من مشكلة، خروج من صدمة، في خروج من حاجة عندك هتخرج منها بإذن الله. بس خلي بالك من مؤامرات، خلي بالك من كذب، من نفاق داير حواليك. في ناس بتحاول توقعك، لو مش هتوقعك في فخ فهم بيحاولوا يوقعوك في كلام، ما تكونش انت يعني ما تدهمش الفرصة ان هم يوقعوك في حاجة، ما تدهمش الفرصة ان هم يستغلوك او يحاولوا يتفقوا عليك، كون حريص جدا. في كمان مساعدة، والمساعدة دي هتكون من جنسية مختلفة، حد هيساعدك، بينك وما بينه فرق سن، بينك وما بينه هو مختلف الجنسية عن بعض، او بينك وما بينه بلد، الله اعلم. خلي بالك كمان ان انت عندك خطوتين، والخطوتين دول هيكونوا ايجابيين لحياتك، هينجوك من هم، وهيخرجوك من ازمة او من مواضيع. دايما اقول لك ان انت عندك رجوع من شخص من الماضي، فخلي بالك. بص هنا عندك نميمة، النميمة دي من المقربين لحياتك، دايما بيتكلموا عليك، حاطينك في بالهم، بيقولوا ان انت حلو، ان انت معاكم، ان انتوا عليكم، الله اعلم، بيتكلموا عليكم كتير جدا. فخلوا بالكم من نفسكم، وما تدوش اي حد سركم، وكونوا حريصين جدا على اي حاجة في حياتكم. الايام دي هتكون من اكتر الايام اللي انتوا فيها حاليا، من اكتر الايام اللي هيكون عندكم فيها فرص كتير، فيها فرص ان انتوا لو عايزين تشتروا حاجة ممكن تشتروها، لو مستنيين خبر ممكن تحصلوا عليه، لو مستنيين نجاح ممكن ان شاء الله بإذن الله يكون في نجاح. الفترة اللي جاية دي من اكتر الفترات العيون عليكم مركزة، فكونوا حريصين منها جدا، علشان خاطر لو عايزين تبيعوا او تشتروا او تعملوا اي قرار في حياتكم، الفترة دي انصحكم ان انتوا تاخدوه او تعملوه، علشان هيكون انتصاركم عظيم حتى على نفسكم، وهتحاولوا تخرجوا نفسكم من هم، من حيرة، من اي مواضيع مضايقاكم بإذن الله. في كمان حبة ضغط، حبة الضغط عليكم ده لو كان ضغط شغل، ضغط شريك، ضغط اهل، الله اعلم، بس انتوا في عليكم حبة ضغط، حبة الضغط دول هينتهوا الايام اللي جاية، وهتدخل في فترة فيها راحة باذن الله. انت بس اليومين دول مشكلتك ان في شوية قلق، في شوية حيرة عندك، في شوية امور فيها تراجع، وانا دايما اقول لك احذر لي من التراجع. عندك الايام دي من اكتر الايام اللي انت عندك فيها حبة ارهاق، حبة تعب. بسم الله ما شاء الله. في هنا طريق، والطريق ده هيكون مفتوح قدامك وسهل جدا ان انت توصل، هيكون مفتوح جدا. عندك زيارة لمريض، زيارة لحد مشتاق لك جدا، او حد هيزورك مشتاق لك جدا،
ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك ان الفتره اللي جايه دي مش عايزاك تكون متسرع خالص، انت معروف عنك ان انت بتاخد قراراتك وانت بتفكر 180 درجه، بتاخد قراراتك وانت قراراتك حاسمها قوي، ما بتاخدش قرارات والساهل زي ما الناس فاكرين منك. بيقولوا عليكم باردين، ما يعرفوش ان انتوا مش باردين، انتوا بتفضلوا مستحملين لحد ما طاقتكم تخلص، بتفضلوا مستحملين لحد ما تبقى خلاص دي النهايه. فهم بيقولوا عليكم ان انتوا، بيقولوا عليكم بمعنى اصح كلام مش فيكم، ما تقلقوش خالص. في اجتماع، الاجتماع ده يا هل ترى اجتماع خطوبه ولا خبيط على البيبان ولا في ايه بالظبط؟ انت عندك اجتماع، في انتظار، انت منتظر اجتماع، منتظر شغل، منتظر فلوس، الله اعلم انت منتظر ايه، بس في انتظار، كميه انتظار رهيبه. وممكن الانتظار ده 80% بنسبه ماديات، بنسبه وظيفه او بنسبه شغل. بس خلي بالكم انت عندك انتصار عظيم حتى على نفسك، فعايز اقول لك لو كنت انت مستني فلوس فالفلوس هتجيلك، علشان ناوي تعمل حاجات كتيره جدا الفتره اللي جايه، بتحاول تعيد ترتيبك جدا، بتحاول تخرج نفسك من ازمات، تخرج نفسك من حيره، وبلاش التفكير الزايد اللي في دماغك. وحاول تلم شويه على الشريك، حاول تلم شويه على الشريك، ما تبعتروش الدنيا علشان ما تدخلوش في طاقه حيره، ما تدخلوش في طاقه الم في حياتكم. اموركم اللي جايه هترجع تتظبط، وهترجع امورها تتعمل اكتر من كده، فكونوا حريصين على افعالكم، وكونوا حريصين جدا جدا على نفسكم قبل افعالكم. ويا ريت دايما اقول لكم ان انتوا تخلوا بالكم من نفسكم، وتخلوا بالكم ان الفتره اللي جايه ممكن علاقه تتحول من يعني من صداقه لحب، ممكن علاقه تبقى فيها تعزيز كده، علاقه يبقى فيها اجتماعات حلوه بعد العزله طبعا اللي انتوا حاليا منعزلين بيها وحابينها جدا. الفتره اللي جايه ممكن يكون في بعض التغيرات لحياتك، انت عمال تسعى علشان تغير وبالفعل هتغير. وخلي بالك كمان انت ماشي في طريق، والطريق ده باذن الله ربنا هيسخره لك هيبقى خير، علشان في نهايته فرحة بفضل ربنا. انا شايفة كمان ان ممكن عيونك تلمع حب جديد، خروج من عزلة، خروج من وحدة، خروج من ضيقة، الله اعلم انت اللي هتحدد هتخرج من ايه الفترة اللي جاية. بس انا شايفة لك ان قراءتك كلها مبشرة، قراءتك هيكون فيها بعض الامور اللي هيكون حلوة. بس انا دايما اقول لك ان انت معمول لك سحر، والسحر ده هو اللي ملخبط حياتك. وفي نفس الوقت ارجع واقول لك تاني ان انت نجمك خفيف، ومعنى ان انت نجمك خفيف ان انت ما عندكش استكمال في مواضيع، ما عندكش استكمال في اي حاجه في حياتك، وده بسبب العيون الكتير اللي عليك، وبسبب ان انت لما بتكون عايز تعمل حاجه بتفضل طول الوقت تفكر فيها. فانا ما انصحكش ان انت تفكر فيها زياده عن اللزوم، انصحك بالهدوء التام والكتمان لحياتك علشان مواضيعك كلها تكمل، وعلشان اللي انت عايزه باذن الله يتحقق. اتمنى لك الخير والسعاده والهنا والرزق والتفاؤل. عندك هنا بصمه، والبصمه دي ممكن يكون رجوع او نجاح في دراسه، نجاح في شهاده، الله اعلم هيكون عندك نجاح في ايه، انت اللي هتحدد، او كل اللي بيسمعني في الفيديو هو اللي هيحدد اذا كان ايه اللي في باله مشغول بالنجاح بتاعه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، هدي اعصابك الفتره اللي جايه خالص، علشان لو حصل مواجهه تكون انت قدها. ولو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا تبيعه ولا وسواس، اكتب تم، هبعت لك لينك قناتنا التانيه اللي عليها العلاج، وانتظر توقعاتك.